سعد مساء كل مشاهدي ومتابعي قناة دبليو تي الفضائية كل خميس نطلع عليكم على مدار ساعة من الوقت برنامجكم المفضل والمميز برنامج نوتيلا كل خميس نلتقي بضيف مميز من فنانين العراقيين وممثلين ولاعبين كرة قدم جميع الموهوبين العراقيين ضيفنا لهذا الأسبوع مميز صغير بستر لكن كبير بتقديم الأعمال الفنية شارك بكثير من الأعمال الفنية وحقق حضور فني في جميع الأعمال الدرامية منها دار ودور مع الفنان قاسم الملاك وغيرها سواء تلفزيونيا أو مسرحيا تمكن من الفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان المسرح الحر الذي أقامته مؤسسة الشهيدين الثقافية بمشاركة أحد عشر مسرحية عن دوره في مسرحية سندباد اللي كانت تأليف وإخراج ضفار أحمد المفرجي خلوني أنا وأنتم نتعرف على ضيفنا المميز لهذا اليوم من خلال الروبرتاج اللي حنشاهده مع بعض رجعنا وياكم على نحضر الروبرتاج نعتذر من هذا الخلل الفني المؤقت وخلينا نستثمر هذا الموضوع نرحب بضيفنا الظهر انتم مستعجلين جدا حتى تعرفوا يسعد مساءك مساء الخير والعافية ضيفنا المميز زياد الهلالي يسعد مساءك يسعد مساءك ومساء جمهورنا الكرام و... واهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا بك اليوم ان شاء الله تكون حلقه مميزه مع حضرتك ان شاء الله بوجودك كثير الله. من التفاصيل اللطيفه والخفيفه راح نتناولها ان شاء الله وراح ناخذك شويه من الماضي يلا حاضر أنا. طيب خلونا نبلش باول شيء لكن بعد الفاصل رجعنا وياكم بلش باول فقرات اللي هي مدرستك راح نرجع وياك انت مو كلش كبير بالعمر لكن مثل ما قلنا بالبدايه انه انت صغير بالسن زين انا اشكرك يعني شويه زغرتيني <applause> <applause> لا انت اصلا صغير يعني احنا دائما متعودين نستضيف فنانين شوي يكون نوعا ما صح يكرهوني هم كبار شويه 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 مو هوايه بس انت مقارنه زين كسرت القاعده يعني <applause> طبعا فخلينا نبلش اول شيء ما تحتاج شوي ترجع ترجع هواي ورا مدرستك اول مدرسه انت انضميت لها وين كانت بالمنطقه الامين ببغداد الجديده مدرسه التحرير اسمها التحرير طيب انت اصلا يعني مواليد بغداد مواليد بغداد, يعني. مواليد, بغداد. مواليد بغداد ولادتك ببغداد مدرستك ببغداد خلينا نحكي طبعا هاي المدرسه الابتدائيه اول معلمه او المعلم اللي درسك تتذكرهم لو متذكر اي طبعا اول مواليد يعني بعدين انتقلت وراها المدرسه بس اول معلم أو خلينا نحكي هسه احنا ننتقل وياك كل مراحل حياتك انا يعني اول اول معلم اتذكر استاذ ابراهيم يعني أوكي. رجل كبير بالسن ايش درسك يا ماده؟ هو بالاول يدرس القراءه اي القراءه مرشد مو مثل هسه يعني هسه اكو اكثر من درس أيه. هو كان يعني مثلا المرشد هو يدرس كل الدروس أطيب بس انا جيت اصلا لل يعني عندي استثناء بالموضوع استثناء انا كان؟ عندي يعني انا اصلا جيت اقرا واكتب للمدرسه ليش؟ موهبة. موهبة. هي. يعني لأنه منظم للروضة. لا لا حتى بر... من بالرو منو علمك؟ بس بالبيت لأنه أنا قبلي مثلاً إخواني سبعة أو ثمانية. ما شاء الله. كلهم ب... يعني الفترة اللي أنا دخلت بها المدرسة ما كانوا مدرسة يعني اه. من الإعدادية للابتدائية. اه. ف بيت ب بي 24 ساعة كتابة وقراءة و لكن مع ذلك نشوف كثير من الناس عندهم بالبيت أخوان اكبر من عندهم قراءة وكتابة بس ما يملكون هذه انه يقرون ويكتبون بهذا السن الصغير يبقون يشخبطون بس هم عندهم الحياة لا لا مهمة لا لا يعني انا كنت اكتب كلمات يعني الان بالكليه ما يعرف يكتبها اها يعني انا دخلت بيوم اللي سجلوني أيه قرأت جريده ما شاء الله يعني جريده كامله هذا الفضل بصراحه ما يعود لوالدتك الوالد لو انت اصلا لا و... والدتي كانت يعني بوقتها محو الاميه وهذا يعني نعم مجرد قراءه كتابة بسيطه نعم يعني نعم الوالد كان ممكن بس عسكري نعم بس الاخوان يعني الاخوان الاكبر الاخوان ايه يعني هذا الفضل يعود لهم بالاضافه انه انت اصلا ذكي اي نقول احنا بالعراقيه العامه ايه تلقط بسرعه يعني كلمات مثلا لؤلؤ يعني كانوا الطلاب ينقطوا لهم دؤوا انا اكتب لؤلؤ لحد الثاني ابتدائي الطفل لهم عم يعني ما <applause> حتى ما بين عمر يعني كانت تشيكوسلوفاكيا قبل لا تصير سلوفاكيا وتشيك فكلمة كانت جدا صعبه صح فكنت اكتبها يعني أه بالصف فلهذا كنت يعني هسه انت متى ايش قد عمرك؟ لا نكون كل صريح اقول عادي يعني يعني هو تم ولد الثمانينات <applause> يا الله زين لا سبعينات لا 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 سبعينات صدق؟ <applause> والله لا كيف جبتي بعد. بعد احنا عسد. اللي عرفنا خلي تشلي بالثمانينات لا لا أه. انا مواليد سمعينة. مواليد 1976 ما شاء الله العمر كله الله يخليك زين يعني هم قريب اخوان الاثنين اي يعني أه. الثمانينات جيل واحد احنا تقريبا صح يعني أستفع. طيب نرجع لموضوع الذكاء والموهبه والشطاره هذه آه. الروح الفنيه كانت عندك موجوده بالابتدائيه ولا لا؟ بالابتدائيه طبعا آه. أه. يعني هذا مو معلن هو بس يعني انا عندي تعرفين اخوي الشاعر صباح الهلال نعم طبعا اكيد نوجه له تحيه والدي كان يكتب شعر على الفطره يعني رجل بسيط بس انا كنت بال بالمدرسة بالصف الأول يعني حتى من الصف الأول كنت بالمناسبات الوطنية والمناسبات الاحتفالات والأعياد كنت أقرأ شعر أها تقرأ يعني الشعر. ألقى شعر أقرأ شعر إي أحفظ شعر شعراء لا لا أشعار عامة يعني أها. بس بس ألقيه بطريقة كلش كانت محببة وكانوا ياخذوني من الابتدائيه ياخذوني لمراكز الشباب وياخذوني كاصغر طفل يقرا يعني شعر بالضبط مميز وينطوني اتذكر يعني جوائز كانت كلها الوان لو يعني يعني انت تميزت من انت وصغير اصلا من المحظوظين قليلين ما يتميزون اكيد طبعا حافظ شيء من الاشياء اللي كنت تلقيها قبل؟ لا لا ما حافظ اي شيء ما حافظ لا لا ما حافظ هسه حافظ شعر؟ لا ما حافظ بصراحه اي ممكن يعني احفظ بس يعني يجوز بهاللحظه ما زين بس لازم انت تستحضر لنا ما راح نفوت هاي الفرصه زين طيب والله ما اعرف الشباب بالكونترول يقولون اخو صباح الهلالي ما حافظ لا لا حافظ شعر لا اكيد طبعا يعني مو يعني قصدي موضوعنا مو شعري بس ممكن اذا شيء احنا نستثمر كل الاشياء اللي نشوفها صدفه هي احلى اشياء تصير صدفه انا متذوق للشعر بشكل مو طبيعي يعني متذوق يعني على الشعر انسى كل شيء الشعر الفصيح والحر وال... لا الحر, الحر. اكو انواع من الشعر هذه شويه يعني هاي الشعر اللي هو الشعر ما يعرف ايش يريد اصلا والله وتعتمد شيء العشوائيات هذا الحر المفتوح لا بس اكو الشعر المقفل شعر وزنه قافيه وزنه قافيه طيب يعني. خلينا هسه نرجع المدرسه اليوم حنستثمرك ابشع استثمار <applause> كلك دا. زين آه بالمدرسه قلت انت من الاول متميز وموهوب يعني اكيد شاطر كنت اكيد طبعا شنو المواقف اللي تعرضت لها بالابتدائي اول شيء كنت وكح ومتنمر لو هادئ وتتعرض للتنمر لا لا هذا آه 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 خليط المشكله أني وحده منهم ميكس <applause> يعني نص من هاي ونص من هاي <applause> يعني أنا كنت حرك موكح حرك مدكة. حرك محبوب يعني مثلاً معلمة كانت تقول لي يعني يقولها حرك بالمدرسة بس شاطر يعني أكو فرد بس هو بس متنمر لا عمية نعرف إنه الشاطر يكون هادئ ومنعزل لا أنا كنت شاطر وحرك بالمدرسة بس بالبيت هادئ وطبعاً أنا أصلاً اللي يعرفوني يعني أنا هادئ بس بالمدرسة لأنه آه يمكن اكو قيود بالبيت بالمدرسه مرات ما موجوده شويه باللعب وبالحركه وبال... زين اصدقائك كنت تنتمي لمن هذول الوكحين الحركين لو الهادئين الشطار بصراحه هاي العصابات وسط قبل وسط لا لا طبعا يل... لا مو انا كنت ما انتمي لهذا لان انا رئيس العصابه اصلا يعني أه يعني وكحك ايش مو <applause> وكح لا مو اكو فرق <applause> مو قلت لك انا رئيس العصابه يكون بس شاطر فتشفع لي انه انا على يكون الشرس مالتهم مال اي بس بنفس الوقت شاطر يعني مو... مو بذكاء اي خدع يعني 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 نقول شويه حيات كنت اي شويه مو هو شويه شوية, شوية. <applause> طيب بعدين يعني موقف طريف تعرضت له انت سويته او صار اي فديوم اتذكر يعني أكواح اكو واحد ضخم كل شوي يعني. يعني ما ما حد يقدر انت كنت ناعم من كنت طفل صغير اي تقريبا يعني مو نعم. اقول ضخم اي دا لا ذاك يعني متاخر ثلاث سنوات اربعه هيك يعني اوكي فيتنمر في على على الطلاب كلهم فقلت له ما لي حلها وياه زين قالوا شنو قلت له ما لي حلها وياه المهم لزمته بسطة يعني ضربته يعني أي. اذيته كلش زين فمن ودونا للاداره آه شنو ابتدائي او ثالث ابتدائي من ودونا للاداره ما اقتنعوا بالموضوع ما اقتنعوا انه هذا ضارب هذا يعني زين يعني ذاك كان بوقتها مثلا بالابتدائي سوق سياره يعني اها هيك حجم يعني زين يعني جماعته بالمتوسطه بالثالث متوسط اي فما اقتنعوا بس اكو واحد اقتنع من المدرسين اعتقد اسمه الساد محسن كنت كلش احبه زين يدرسنا رياضه هو أوه. فكلش احبه فما قدرت اتشذب عليه يعني وقتها فقال لي تعال شلون ضربته؟ أوه. قلت له هيك شي العوده موجوده كانت العوده هسه ماكو عوده العوده اللي سوت ناس وسوت شو اسمه هسه اللي ما موجوده العوده يعني هوايه مؤثره ربت اجيال ربت طبعا طيب اكثر ماده كنت تحبها وشنو السبب؟ الانجليزي لحد الان بالابتدائي شلون أكون انجليزي؟ اي بالخامس ابتدائي بالخامس ابتدائي حبيت إيه. الانجليزي ولحد الان تحب الانجليزي قبل الخامس ابتدائي انا احب الانجليزي يعني يعني عندي تحب الاختلاف الاشياء المختلفه يعني يعني, يعني لغه هسه انا يعرفوني اصدقائي مثلا الفنانين بالفصحى انا اصحح لغه يعني حتى اصحح قلت لاصدقائي قبل الكواليس اي وكلش الخطا طبعا ما اعرف نحويا مثلا بالقواعد م -م. هي هاي مفارقه يعني انا بالمعهد وبالكليه معهد الفنون وكليه الفنون اقل درجه عندي بالعربي ابو, أبو من الدرس نفسه بس كلغه لأن احب يمان اصلا معقده نوعا إيه ما بس مع. احبها لغه، يعني انا على اعرف على الخطا اعرفه يعني احسن من الهوايه محترفين الله يعدينا من الاخطاء وان شاء الله من أخطاء لغويا وياك ان شاء الله ان شاء الله، طيب مستمرين ياكم ننتقل الى فقره اخرى من فقراتنا ونعود معكم معاكم، نتروحون بعيد رجعنا وياكم ومن اجمل الفقرات واهضمها والطفها اللي هي ملاعيب من خلالها نتعرف على مسميات غريبه جدا بالنسبه لهذا الجيل، خلينا نعرف من خلالك شنو اغرب العاب واغرب مسميات وانت كنت حرك ومشاغب شويه وحيال شويه، شنو اكثر لعبه كنت تحبها وشنو اصلا ألعاب بصوره عامه اللي تحبها؟ يعني بوقت يعني مثلا يعني بالابتدائيه مرحله اي هاي التصاوير كانت تص... اللي هي الصور متشابهه يعني طب... هسه ما موجوده طبقه مال صور بها في 30 صوره اوكي ونقطعها نجيبها بالمقص وتشابه والمقابلي مثلا انا وياك نلعب وحده فوق وحده اذا يشابهن اذا دبيت صوره مشابهه للشخصيه طبعا هي نعم. كانت اكثر شيء بها لاعبين لاعبي كره قدم كره قدم يعني سعد قيس تحياتنا الى صديقنا أه. آه خليل علاوي يعني الموجودين كانوا بالثمانينات فتره الثمانينات فهي هاي اللعبه كانت والدعاب الدعاب اللي انا مو قوي بها لحد الان يعني وهاي التصاوير كنت انت تفوز بها؟ اي افوز بها هم هم مرات حايل يعني مش تلعب طنا؟ لا اعرف بس مو كل مو ها شوفي ليش هي هاي اللعبات؟ أه لانه نوعا ما كنا ممنوعين من الطلعه برا يعني أه يعني الوالده الله يعطيها الصحه والعافيه الله يعطيها الصحه مانعتنا انه نحتك دراسه وكم ما تحتاج تحتك ما انتم سته لو سبعه قلت لي بالبيت احنا لا بوقتها ثمانيه كنا ما بتحتاجهم بعد يعني يعني انا السابع بعد. انا تسلسل السابع وراي بعدين اجوا اثنين أه. أه. بس كنت المدلل أه. اي فعلا ما يحتاج يعني نلعب سوا كنا يعني احنا أنت فريق بحالكم بحالكم اي فريق لا مثلا احنا قريبين من عندي يعني <applause> ثلاثه اربعه بس عندنا واحد يعني على قولة الشباب يقولون عصكم قلت شيء. ولعب احتياط موجودين هو الوالد موجودين صار <applause> والخطار بيجينا يجينا يصير فريق الله يديم اللمه ان شاء أبنى. الله بعد شنو هذه انا سمعت يعني من خلال البرنامج وخلال من الضيوف اللي يجون والتقي بيهم يعني مسميات مال الالعاب صقلة والبلبل حاح بالحاح بل ما أوه. لعب الدنيا كان الصقله بالحص وهيك اللعبة ما اعرفها اها فذني ما تعرفهم زين كره القدم شلون كنت بيها؟ كره القدم كنت احسن واحد يجيب طابات وهسه تجيب طابات؟ لا جول زين لحد الان جول اي لحد الان يعني اذا العب أي. اذا العب يعني تصادف اصير آه. حارس ومع العلم العب ومدافع يعني حتى في منتخب الفنانين انا يعني شاركت اكثر من مره آه. آه. بس يعني اثارها لحد الان براسي يعني لانه <applause> يعني يجيبون فريق مثلا محترفين يعني إيه علاء كاظم آه كريم صدام ذولاً ايش تلعبون زين الكرة القدم منو كان يجيبها من كنت صغار؟ يعني انت تجي مدلل وجايب الطوبه وتتمندل يعني عليهم لا؟ صدق صدق بالطوبه لو العب لو إيه إيه لا يعني من كنت صغير كره القدم مو كلش انا كنت البايسكل عندي بايسكل أه. بحيث اني لحد يعني كل احجام البايسكل وكنت مدلل رغم هاي المجموعه الكبيره بالبيت يعني احنا بس انا مدلل يعني مدلل مدلل رقم واحد. زين بعدك يعني مدلل ولا لا الصدق؟ اي الحمد لله. اه بعدك يعني مزلل. نوعا ما اكو معامله خاصه من الحجيه الوالد الله يرحمه بس من الوالده الله يطول بعمره يعني بعدها ممكن تقول لي مدللت. اها زين خلينا نرجع للبايسكلات، كل انواع البايسكلات كل احجام البايسكلات أنا يعني كانت آه. يعني تجيني تقتنيها وتمتلكها انت؟ اها يعني من يعني 16 28 16 اخر شيء 28 مو توصلين اخر شيء 28 اوف اوف الشباب شنو دا يغششوني مو انت ما صاعده بايسكل مبين <applause> لا صعده بايسكل آه. اي بس ما تعرفين الحجم لا ما اعرف لا هو يبدي 12 اعتقد اللي صغير كلش ايه. هذا اللي شو اسمه بس لانه انت شو تحب هذه 14 16 اي الاخر شيء الكبير 28 زين كانت عندك هاي الوكحه انه انت عرفنا انه انت مو هذا لا ترى مو مو لا يعني. نقول مو هذا بالمدرسه بس بس, آه. بس بالمدرسه بالالعاب كنت تروح على الشط وتشيت وهيك تسوي هاي الحركات كون انه احنا... انتم يعني مجموعه من الاخوان في يعني... فئتكم هاي المشاركات لا اللي احنا شوفوا احنا فتره انتقلنا لمنطقة بيها بها شط أي. انتقلنا الى فتره اربع سنوات مهم. للمنطقه المحافظه ذي قار. طيب. والدي كان عنده يعني ملك هناك طيب. وفندق ويعني فانتقلنا بالثمانينات بدايتها هناك ورجعنا يعني وسط الثمانينات. أوكي. فبهاي المنطقه من رحنا يعني نوعا ما هي ريفيه، مو ريفيه يعني احنا بالمدينه بس الريف قريب جزء من عندها. يعني. اوكي. فمثلا موضوع الشط والسباحه أي. هذا قضيه واحده. شلون تعلمت سباحه؟ أي. يعني بالقوه. شلون ليش بالموضوع؟ يعني اخواني الكبار اللي هو آه. واحد منهم صباح صباح الهلالي زين آه يعني لحد انا كنت راح اسوي شيء بس مو ضحكين يلا اوكي يعني كان مثلا آه يدبونا بال بال, بال بالمي الغميق بحجه انه لازم تصير رجال تتعلم زين زين انا صغير يعني بالرابع ابتدائي يعني آه ويني دائم. وين الرجوله وين هالسوالف المهم اذبك أه. مثلا يغطني بالمي يقول حتى تتعلم فانا شو اصيح؟ برا اصيح له صباح بدي اقول له صباح عوفتي اقول له اكملها جوا بالمي فطلعنا بالصبّ، صب فكلها بالمي لحد ما و... تعلمت تعلمت يعني, 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 بس تعلمت بس شغله يعني ما تعلمتها مال تعلمت الزروق ما وما شنو هاي لحد الان اخاف منها تخاف بس اسبح يعني بالمحيط سابح زين بالبحر سابح يعني عادي ما عندي مشكله وهسه انت بس حبيت السباحه ولا لا؟ كلش احبها زين بس يعني احنا يعني ضيفنا الضيوف زهير محمد رشيد كان من الجسر وما يعني صرف فيها ويتشيت بالماي تتخيل لا انا هذا عندي انا عندي استعداد اتشيت من اي مكان <applause> بس انت تتخيل هذا الموضوع انه الفنان زهير محمد رشيد أيه من جسر رسمي؟ ممكن أيه ممكن لا ممكن لان يعني اعرف اكو فنانين يعني أوه. انا ممكن يعني من مكان عالي اتشيت يعني أيه. على رجلي بس هاي مال لو لهنا هذا مال يعني واحد يذب على على رأسه ما استوعبها يعني مت... ما اعرف اخاف على راسي جوزبان <applause> <applause> طبعا اكيد الحرص على النفس هذا الشيء جدا مهم بعد من شنو الاشياء اللي تحبها؟ يعني من الالعاب يعني ختيلان اكو عندنا لعبه غريبه كنا نلعبها بالبيت مثلا من تطفى الكهرباء كنا نستغلها يعني اي شو يسمون آه نلعب ختيلان بالظلمه يعني مو بمكان زين شلون واحد يشوف الثاني هو بالظلمه يعني هو اللي تصير مثلا الشخص اللي يدور على الباقيين اي يلزم بالظلمه يعني هاي اكثر مره يعني مثلاً احنا نعرف ان الكهرباء كانت تنطفي ماكو مولده تشتغل طبعا ذاك الوقت ماكو مولده فتبقى فاحنا شو نسوي نستغلها يعني حتى بهذا الجزء كانت يعني وسائل المتعه كانت بوقتها مم. بسيطه يعني حتى بالضبط. هي هذه يعني هسه هسه رغم وجود وسائل متعة هوايه بس اكو ناس تشكي من الملل ومن التفاصيل اللي أيه. بس كنا يعني ويجوز هي العمر يعني الى يعني قله المسؤوليات بعقل الطفل مم. ما عنده ذيك المسؤوليات فلهذا دائما يحل الطفوله يمكن حتى حتى يخلص من قيود المسؤوليه. منو اقرب واحد لك من اخوانك كنت تحب تمارس الالعاب وياه كلها؟ كلهم اخواتي يعني تلعبوا يا اخواتك البنات؟ اي بس نلعب لعبات مال يعني مو مال البنات يعني مال الولد اي مال الولد يعني مال الولد مال يعني آه بكل شيء يعني بكل التفاصيل اكثر شيء عندي خواتي وحده اصغر مني وحده اكبر مني آه يعني تميل يعني يعني. اكثر من الاخوان؟ لا 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 الكل يعني ما عندي بس لازم اكو احد عندك مميز تلعب دائما وياه واذا تلعبون فريقين تحب يكون هو بفريقك من الولد لا الولد لا عندي عندي واحد شان ياذيني نجاح يعني مثلا اكبر من عندي أي. <applause> هذا العب وياه يعني لعبه كلها يعني واحده من الالعاب لحد الان اثارها براسي زي ما بينا من هذا بين الكلام اها زين اي يعني عشان شلون رقيق العائله نقدر نقول؟ رقيق؟ رقيق العائله؟ والله خاف اقول كلمه رقيع العائله <applause> وتنحسب عليه يعني لا, لا طبعاً هو هي. كان متوحش مال العائله يعني اها الوقت هو سبق. هو شرس هو شرس اي فعلا شرس اها ايه وبس يعني انتم عندكم واحد هذا واحد وكح واحد شرس احنا تشكيله عجيبه غريبه يعني مثلا ثلاثه يدخنون ثلاثه ما يدخنون آه بالولد يعني اي ايه طبعا احنا ست ولد وثلاث بنات ما شاء الله يعني مثلا ثلاثه رياضيين ممكن وثلاثه مو رياضيين ثلاثه آه بيهم احنا اثنين يعني شعر واحد شاعر واحد فنان وواحد ممكن يعني بس ما دخل بهذا المجال عنده آه قدره للتقليد وهذه نهاد الأصغر وثلاثه لا سياقهم ثابت حتى كوظائف مختلفه ثلاثه بثلاثه اها زين يعني هاي الهوسه اللي بالبيت شلون شلون ممكن انه واحد يتحكم بيها؟ يعني تسعه انتم يعني بعوده الله عودة عودة في هاي العوده لاحقتك انه عوده هيك شي يعني مقوار اذا تعرفين مقوار بس مقوار بس تتهجم شنو هذا هسه مسمى جديد خليني اعرفه شنو لا هذا المقوار هذا موجود الفالو والمقوار استخدموها بالاجدادنا بثوره ال20 ها اوكي فشيء شيء حديده او بوري اي وبي بشي يسمونها؟ زفت يقولون الجير جير بالضبط زفت غير ايه. وسوا على شكل شو اسمه بيده اه. طبعا عندي لحد الان يعني المجوار مال والدي هذا اه تستخدمه بالعركات؟ لا لحد الان يعني عندي بالبيت اه. تقتني بس هذا شويه يعني مودرن مصبوب اي مو جير ومشي مصبوب اه. بلاستيك بطريقه حلوه يعني يعني شكله فني مو أهو. هاي الألوان نفس هذه الألوان هاي لوحة فنية يعني, هاي, يعني. هاي اللوحة الفنية الأجداد مرات. طلعوا بها الأنجليز والأولاد لا أولادك الله يحفظهم إن شاء الله. الله. الله مستمرين ياكم ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات نوتيلا رجعنا وياكم ومن اغرب الفقرات هي فقره اسحب 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 كرشك انا <applause> يعني على بالي على مودي عندك ما عندي كرش ولا شويه راحه هاي الفتره يعني لا هي اصلا اسم الفقره اسمها كرشك لا هو كرش يعني مو شرط واحد عنده مو عنده كرش اكو كرش صغير اكو كبير احجام يعني بس ما يخالف هي يعني احنا نقول نقدر هويه عراقيه الكرش اي طبعا لانه لأن احنا يعني كثير من البلد يعني حقيقه يعني احنا مسافرين وشايفين كثير من البلدان ماكو يعني تتداولك ماكو كله سلم، شايب كبير أه. شاب، احنا شابنا عمره 18 سنة وتبع الكرش. أنت قلت استغلي صراحتي، خلينا نستغل صراحتك. أه شلونها علاقتك بالأكل بصراحة بصراحة؟ يعني حاليا لا علاقتي أنا علاقتي يعني الأكل عندي فد من الأولويات. أه بس يعني عندي أصدقاء يقولون يعني الأكل من الأولويات؟ اي يعني يعني استمتع بالاكل نعم يعني اذا قعدت قبالي باكل اسوي لك واحد حتى لو مسوي رجلي آه. يعني اتلذذ بالاكل واحد حقها حقه يعني ها انت تنطي حقه بالاكل لا بالتحضير والطبخ لا بالتحضير كل شيء كل شيء ما اعرف شغله آه. واحده بس اعرفها اللي هي اطب بيض والله شاطر اي بس هاي يعني ما يراد لها بس شيء وحتى مرات اضرب البيضه بالهذا تتفلش آه. آه يعني ما اعرف شيء اعرف بس اكل تحرقها بالتقلال ولا لا؟ لا زين لا زين يعني هي ما يراد لها فد شي علم يعني ما يخالف مو اكو ناس يلجعوها يحرقوها هاي تبقى لا. هو يعني اي انا احبها م... الاطراف مالتها م... ها انت هيك تحبها زين خلينا نرجع شنو أك... يعني اكثر اكله مفضله عندك؟ يعني هي الاكلات العراقيه لا من انت صغير من انا صغير لا من انا صغير ما كنت اكل كلش يعني ما كنت يعني كانوا مثلا يجيبون قوطيه حليب للبيت كله للريوق قوطيه حليب الزياد لي واحد. تحب الحليب دائما حليب وبسكوت وهذه بالفتره يعني لحد فتره المراهقه زين بعدين عوضت ورا يعني بالشباب يعني لا الضعيف ضعيف ناعم صغير أي ضعيف اكيد ناعم. يعني الوالده كانت تهتم بيك بهذا الموضوع لان الطفل الضعيف بالعائله الوالده تهتم بك اي حتى كان عنده فقر دم يعني عوضته بعدين عوضته يعني. بعد يعني. عوضت أي زين لما لما كنت تروح للمدرسه الوالده الله يطول بعمرها كانت تسوي لك لفات لو لا؟ اي كانت تسوي شنو اللفات؟ جبن اعتقد كرافت كان يعني آه. وقتها يعني كنت مدلل هاي انت مصدق اي جبن او حتى الكيري هسه اللي اختفى بعدين ورجع هسه يعني صح يعني فتره اطفال ما ملحقين عليه يعني زين لما كنت تاخذ اللفات وياك اصدقائك ياخذون اللفه من عندك يعني يسرقوها يا لا لا يطلبون من عندك بادب الحمد لله شكر يعني اعتبر نفسي كريم يعني كريم نفس اي يعني بس آخر. ما يخالف نشوف الطفل انه يعني مثلا لفته تعز عليه لانه يكون جوعان وحرك طبعا في يعني يتنحس في... لا عليها شوفي اي شيء نأخذ انا عندي قاعده ب... اذا أخذ غصب جزء انقهر بس اذا انا عن نفسي طيبه لا حتى لو انطي جزء من من جسمي ما عندي مشكله اها طيب واكثر اكله من الوالده تحبها يعني من تسمع بها هذا صدق فرح بالنسبه لك باتشة باتشة يعني الوالده تسوي باكر وتاكلها برا لا يعني هي تسوي باتشة هي دولمة فتره معينه بس في يوم خربت سويت دولمه بدون تمن نسيت التمن هاي بالفتره الاخيره هي ما تطبخ يعني حاليا يعني عشان سويت دولمه بدون تمن يعني بالعيد خابرتني قالت لي تعال انت تحب الدولمه سويت دولمه اي فاجيت بس هي بالبيت لقيتها طالعين يمها اوكي فقلبت الجدر مال الدولمه لقينا دولمه بدون تمن ناسيه التمن طابخه ولافه وكامله بدون حشوه بدون تم. حطية. اي هاي اخر مره بعد ما طبختها. يعني. بعد ما طبختها بعد يعني شاء الله بس باشا لحد الان يعني من تطبخ باشا تذكرني يعني انا ساكن وحدي تخابرني اجي انا. زين اكل المدام اطيب لو اكل والدتك اطيب؟ لا شوفي هو اكل مرات يعني تنوع المطابخ بسبب كثره السفر يعني انا مسافر مثلا اكثر من يرجع هو. يعني مثل العطر اللي تشميه العطر تشميه كل العطور بس عطر الام يبقى هو له نكهه خاصه يعني صح يعني لو تطبخ كل شيء هسه هو احس مميز يعني, أه. يعني. هاي بسبب بس بس زوجتي تعودت على يعني فتره يعني هسه طبخها نفس طبخ اخذت يعني. طريقه الوالده أي. فقامت تطبخ لك بنفس الروحيه ونفس النفسيه تطبخ لا وطورت يعني بوجود اليوتيوب يعني أه. ولو انا يعني, يعني ما كملت الجزء الاخير الان انا مقلب مو مقل بالاكل بس بنوعيه الاكل شوي بديت اداري صحتي يعني. هسه شنو أس شنو هسه اكثر الاكلات المفضله لك؟ يعني انت ماشي على دايت؟ لا مو دايت اكذب اقول دايت؟ لا. لا احنا قلنا صراحه انت قلت اني صريح. هو اكو اكو رجيم وهجيم. إيه. انا بينذلني شوي مره هجيم مره <applause> رجيم يعني مرات اندفع ابقى كم يوم يعني يعني مثلا ابقى يوم كامل بدون اكل. اي انا متقصد تتقصد مو انه شغل الحياه تاخذك. ايه؟ يعني لا مرات تجي هي يعني هسه بالفتره الاخيره قمت كلش شلون نقول دقيق نحس احنا نقول بالمفرده الشعبيه بالاختيارات الاكل يعني اها يعني مزاجي عندي مثلا اليوم هيك اليوم هيك هيك بال طيب الوالده الله يحفظها كانت بس بهاي الاكلات الدسمه ماهره لو ايضا بالحلويات لا يعني ما اعتقد بالحلويات لا يعني اصلا هي محليه حياتكم اي هي طيب <applause> احنا بكل حلقه من حلقات نوتلا كادر البرنامج محضرين دائما اغنيه مهداة لحضرتك ولوالدتك خلينا نسمعها مع بعض رجعنا وياكم بعد هذا الشعر الرائع اللي سمعناه طبعا اكيد تحية حب واحترام لكل كل والد ووالدة تعبوا وسهروا وربوا والله يحفظ ويطول بعمر الاحياء ويعني يرحم اللي توفوا وان شاء الله يا ربي مسكنهم مثواهم الجنة طبعا احنا ما نريد نقهرك ولا نحزنك لا بالعكس لا لا شوفي يعني انا قبل لاجل الاستوديو يعني لازم مريت الوالد ولقيت طبعا هو ده اسالك يعني اصلا ايش وقت اخر مره؟ على نفسها اليوم تبكي على نفسها اي يعني من المرض و يعني آه... بدت تحس بالعجز هي انسانه قويه جدا يعني أه. يعني هي ما تستوعب فكره انه هي مثلا مريضه يعني مم. انا اكثر واحد من اخواني هيك وياها على موضوع اكلها و... وحركتها أه. وتاثرها بالمحيط تعرفين هي عندها ابناء واحفاد و... صح فهي متاثره بكل شيء عصبيه على كل شيء يعني تشيل هم كل شيء كل شغلة صغيرة طبعا ف... كل أم يعني, يعني ف... قلب والد أنا يعني دائما أقول أح... لها لا تغثي نفسك من هذا الحكي اليوم لقيتها ويا دخلتي عليها لقيتها تبكي ها <applause> فأنا فأني... أصلا على دمعتي رخيصة يعني فلقيتها هسه ذكرت الموقف مالتها من تبكي على نفسها. زين طبعا اكيد دمعتك غاليه وان شاء الله ما تنزل على عزيز ولا يشوفك حزن على اي احد ويطول بعمرها واكيد دموعها هي عزيزه وينطيها الصحه والعافيه، احنا ما نريد ناخذك لهذا الجانب والحزن، خليني اسالك طبعا ماكو دايت احنا قلنا لو رجيم لو هجيم انت قلت لنا راح نضيفك شويه حلويات النوتيلا لازم تاكل. اي طبيعي بس يعني الا حلويات؟ ماكو دولمه؟ <applause> الدورنا بس <applause> بالعشاء بالليل لا العشاء لازم خفيف يعني العشاء خفيف زين زين خليني اسالك اكثر اكله كان والد يعني هم سمعنا احنا الشعر للوالد من خلال القصيده اللي سمعناها أه والد حضرتك شنو كان يحب ياكل من ايد الوالده مالله لازم كان كل اسبوع يعني شيء قبل لازم كل اسبوع يعني لا سمك يعني احنا لحد الان أي. يعني ما اعرف العلاقه بالمرجعيه المناطقيه يعني احنا نقول كانه لانه من الجنوب اي فمثلا السمك عندنا فد يعني مميز و... و... والزوري تحديدا الزوري يعني أه. هو كان يحب هذا الزوري الصغار وأنا. انت اكل تعريق. اكل واحكي لا تهتم يعني انا احس أنها زوريه مو هو... <applause> زين فهو آه يعني كان يعني في يوم انا بس بالسته الصبح قعدت على صوت بس عايش ايش له زوري؟ اي هو قال لي زوري الصبح هو اي يتريق زوري يتريق زوري ويا تمن لا بلا تمن لا لا بلا تمن بلا ها زين يعني بس احنا يعني هيك كلش يعني اهل سمش العماره سمش الصبح يعني اهل العماره يقولون ياكلون سمك من الصبح لا هو الجنوب عموما الجنوب عموما يعني إيه إيه. اها ياكلون انا ما نجرب الصبح بس تاكله بالليل عادي لا حتنا. جربتها مره لا على الريوق اي يعني هو ريوق بس على ريوق متاخر يعني ايه يعني ورا 12 هذا 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 يحتسب اي بس ما هو ريوق يعني هي اول يعني يعني إيه؟ واحد اول نكهه تحريقه مثلا على أي. على, شلون شفتها؟ طيبه طيب بالعافيه طيب. احنا راح نخليك تاكل بصحه وعافيه وننتقل لفقره اخرى من فقرات نوتيلا رجعنا وياكم واكيد ما يحل الخميس اذا ما بيجلس جلسه السمر وخلونا نتعرف شلون كان السمر قبل بالنسبه للبيت للعائله ولك بالاخص. السمر يعني قبل قبل مو هسه. يعني هو شوفي هي هي مجرد الجمعه. اللمه. احنا كنا العاب يعني العاب او اشياء نسويها من نلتم آه. يعني. زين وتنتهي بعركه يعني لازم تنتهي بمشكله بين اثنين اي انت عارفين يعني انت كميه العدد مثلا البيت البيت كان صغير اها يعني ما كنت مثل هسه مثلا كل طفل الى غرفه يعني صح او كل اثنين بغرفه البنات كلكم تناموا بغرفه و... لا كنا بغرفه هو اكو مثلا يعني غرفتين او ثلاثه بالبيت بس انتم ما تحلالكم تجمعوا الا بغرفه واحده مثلا لو بغرفه واحده لو بالهول مثلا نفرش وننام وخصوصا احنا دائما يمنا خطا يعني دائما يعني دائما بيتنا ما يخلى من من الضيوف يعني القطار نعم. الاقارب اي ولحد الان احنا اخذناها سياق لحد الان بيتنا بيتنا هذه صفه يعني حلوه كلش حلوه يعني وتخلينا نحس بالالفه وتعودنا على الكرم طبعاً. على نستقبل الناس طبعا هو الكرم وهذه الاشياء كلها شجاعه بالنتيجه طبعاً. طيب خليني نرجع وياكم هسه احنا يعني يخلص الشتاء عندنا فخلينا شوي بجلسات السمر الشتوية ع الصوبة على الصوبة ونحمل خبز وش تاكلون اياه؟ دبس وراشي دبس وراشي الوالدة كانت تخبز بالبيت؟ ايه كانت تخبزها أي طيب اي فترة يعني معينه كانت تخبز. وخبز ابو السمسم ولا ما ماكو سمسم؟ لا اي مرات ابو السمسم مرات خبز عروق أه. يعني بس خبز هذا الخبز العادي مالتنا العادي مالتنا أه. لا شيء وتقعدون وتاكلون هاي لما والسوالف اكو كانت اكو قصص يحكيها الوالد او الوالده؟ اي الوالد. قصص انا لحد الان اكو يعني اكو قصص احاول احاول قمت اضيف لها اخذ الشخصيات الرئيسيه من عندها أه. واحكيها لاولادي، احاول يعني قدر الامكان انه انقل اللي اللي يعني اللي سمعته اللي سمعته لا هو شوفي هو الان انا بهذه الفتره بديت احس معاناه اهلنا تربيتنا يعني طبعا اكيد يعني انا عندي اربع اطفال ما شاء الله بس وبظروف احسن من ظرف اهلنا بكثير يعني بس الظرف الاجتماعي مو احسن ما صحيح يخبرني. يعني الظرف الاجتماعي متطلبات الحياه والضغوطات الموجوده المجتمعيه يعني على التربيه يعني هذا الظروف المسؤوليه هي تحدي وقرار بصراحه بالضبط. فحسيت يعني حسيت بشقد قد كانوا يتعبون يمكن اكو اكو شيء اسمه التواتر بالتربيه يعني <applause> يعني اهلنا اهلهم ربوهم قال لهم قولوا هذا صح وهذا خطا واحنا تعودنا عليهنا هسه شوية صار اكو وعي اكثر يعني ممكن واحد يقول انه مثلا اني اعامل لازم اعامل طفلي هيك لا هي اكو اكو هاي التربيه بالسليقه هي اصلا يعني انت هذا خطا هذا صح هذا ذني ثوابت بعدين انت شلون تعامله هاي واحد بس م. اكو ثوابت المجتمعيه اللي اللي مفروضه علينا بالتربيه وهي الحقيقيه الثوابت الحقيقيه نعم. اللي تربوا عليها هذا الأساسي. لهذا احنا مثلا يعني كثير من العوائل يعني مع الاسف اكو عندهم اولاد انحرفوا بسبب عدم رقابه او عدم التربيه التنشئه الصحيحه يعني <applause> طيب خلينا هم نرجع للصيف سمر الصيف وقعدات السطح بالسطح إيه. <applause> لا اللي حكت عليها انه ما بالسطح الرقي الرقي أيوة عندنا موقف بي يعني شنو الموقف بالله يعني في اليوم عندنا مناسبه أيه بزواج زواج واحد من اخواني الكبار صلاح زين وبيتنا يعني بيفد 100 نفر بايتين يعني ما شاء الله اي يعني اذا مو اكثر من باب الفضول قد كانت مساحه البيت اللي دي يعني 160 متر 160 هو يعني هو اللي يعني زي. لا لا هو مو صغير بس يعني ما يخ... بس حتى. بس 100 نفر, يعني ميت نفر كلش اوفر يعني, يعني 20 ما يصير مدرسه صح يصير صف بس احنا على البركه اذا مو اكثر يعني أي. فمثلا ناس بايتين بال... نايمين بالطربه صيف اي الكبار طيب الخطار الكلش يعني مميزين ال... يعني اللي مو ميانه كلش قريبين بس جاي مناسبه اي ومن محافظات بعيده و زين يعني ممكن فارشينهم بالاستقبال لانه هي المكان الخطر اللي يعني كل الضيوف عزيزين وغاليين بس نقول لك هذا الضيف المميز هذا شوية. ممكن يزعل هذا قريب كلش وغالي يعني اكو مجموعه كنا احنا ناكل رقي فوق فعندنا واحد من اقاربنا نايم يعني المهم واحد راد يسوي مقلب بس كان مقلب كلش شو اسمه القشر الرقيه البقع اللي هو بهذه طاها هنا بالقصه أوف. من الطابق الثاني للقاع ايش سوى بس قول لي هو شو سوى ساوة... لحد الان لحد الان صار 30 سنه أيه؟ اعتقد على هذا الموقف لا لا ما يعرف احنا كنا ما نعرف من اللي شمر هذا ال... على أه. هذا الشخص بالذات هو من اللي شمرها؟ ما ادري واحد من اخواني اكيد <applause> يعني بس ما اعرف من اللي حد. هذا خاف فقير مالتكم يجوز واحد يعني حاول يسوي فد شيء يعني او ممكن لل... الهادئ يبقى للتاريخ اي أسأ... بس يعني... مو مو يعني طيب. انا أقول. زي ممكن نقول استاذ صباح لانه يحب المقالب والله كلش احكي آه احتمال الوارد كلش وارد إيه. كلش وارد بس ما نعرف عم تقدين حد عم متاكدين سالته هذا الموضوع قد النقاش كل احنا نشوف الان جلسات اذا ننجب الاخوان او الخوات او جزء من عندنا يعني ما ترهم بسبب ظروف والانشغالات وكل واحد بمكان يعني مدى ترهم ننجمع دائما يعني كنا دائما طبعا اكيد بس يعني مثلا اربعه خمسه من عندنا من جمعين نبدي نستذكر هاي المواقف, المواقف لي الطريفة يعني. الله يجيب لمتكم زين خلينا نرجع للرقي شفتوا تشايفون الرقي وتخلوه على الستارة حتى يبردوا هاي الشغلات يعني هي صينية وهو يخلص ايه بالراحة وبالرجعة لا, لا وشو نصعد التلفزيون فوق اه حلو يعني واير وهذا من الاريل وكهرباء وهذا صعد التلفزيون بالسطح وشنو اكثر المواقف ايضا الطريفه اللي تشتاق لها فعلا؟ يعني شوفي لا مو المواقف بس هي الاجواء مره قلت لك انا لها يعني هو هو المسؤوليات القليله مرات يقول له الله لو ارجع قبل لا هي قبل 30 سنه او 20 سنه او 30 سنه او, 30 سنة أو يعني ظروفك كانت اسوء بهوايه من هذه بس المسؤوليات اختلفت يعني كان بال صافي العمر مسؤوليات البيت والعائله والوضع والاطفال الحياه اسهل الحياه أسهل. اسهل ولو انا جدا متفائل يعني لحد يعني يعني إذا يرجع بي الزمن يعني اسوي نفس اللي سويته نفس الخيارات حياتك اللي هي نفس الخيارات اللي انا يعني يعني طبعا اكيد الانسان اللي واثق من قراراته ما يتندم عليها ويرجع لها, لها مره اخرى لا وحتى ده حتى ده غلط بقرار فهو هذا قرار لازم يتحمل مسؤوليه خطا يعني دائما اقول آه. يعني. زين نومه يعني السطح هي حلوه بتقعد بس وزر. منها قاعده من الصبح قاعده من الصبح بعد الذبان كلش أيه مزعج ظل أيه ب... بس بالرجل يتلب زين اذا ما تغطي نفسك <applause> لا نغطي بس هو اثنين يشيلن الجسم واحده تطبطخ صف ما ما رادلها. ما, ما يفيد غطا يعني صحيح بعد شنو الاشياء اللي بجلسات تستمر زين الجار ويا الجار خليني اسالك قبل ويا الجار يا وي جار حبيت على السطح لو لا صراحه لا ابد ما حبيت لا لا ما كنت يعني عندك هذه الميول لو كنت انت تستحي انه تتحارش ببنت الجيران لا يعني انا اه لا فعلا استحي يعني يعني انا احنا تربينا تربيه انه بنت الجيران هي أختك. اخت اخت ايه اي أه. هي اخت وهي انت مسؤول عنها مثل ما عندك اخت جيرانك مسؤول عنها وهي حلو أخت. بس يعني بالمدرسه هيك شيء دزيت رساله مره بالسادس ابتدائي بالسادس ابتدائي حبيت اي اها تتذكر اسم اللي حبيتها؟ زين مرتي ما تشوف القناه يعني <applause> يعني اتذكر بس اتحفظ تشوفها على اليوتيوب اي تشوفها عادي لا, لا, لا ما عندي مشكله ما عندك مشكله صدق حبيتها؟ اي يعني آه يعني كتبت لها رساله م -م. وهي جابتني برساله زين ودزت لي صوره مال مع معاملات وانا دزت له صوره مال مع معاملات <applause> اسود وابيض شمسيه مو اسود وابيض زين شمسيه وابيض احتفظت بالصوره لحد يا مرحله لا لا يعني يعني فتره هيك مناسبه يعني رساله وادزها وهذه ومن نجمع سوى ها كنت اجي يعني بالسادس ابتدائي اتذكر كنت اجي المدرسه من وقت وهي تجي المدرسه من وقت حتى تلعبون لا مو نلعب لا حد يحكي ويا الثاني بس واحد داز رساله للثاني لان انا استحي وهي تستحي من عندي بس بالنظرات فديك حب عجيب غريب هذا الحب الفطري هذا اي يعني وعذري اصلا الحب العذري عذري اصلا الحب ما بي اي اي يعني ما بي اي غايه شنو شنو تكتب لها بالرساله عليك الله تتذكر؟ بصراحة شوية شوية أنا ما ريد نقتحم خصوصية بس قلت استغلوا صراحتي لا لا ما أتذكر بس يعني أحبك وشو تكتب, تكتب, تكتب لها بالفصحى شنت لو بالعامية؟ لا هي رسالة واحدة ترى رسالة واحدة رسالة واحدة ورسالة واحدة بس عانيت بها بصباح وكتبت لها في الشعر شوية لا سطر لا لا سطرين لا لا, لا, لا ما شنت لا ما شنت أحكي كنت كتوم جدا على الموضوع اها يعني وما زلت كتوم لو لا بعض الاحيان بعض الاحيان طيب بعد اكثر الاشياء اللي انت انت ما حبيت على السطح حبيت المدرسه زين الجار ويا جاره تشوفها اليوم العلاقات الموده الالفه نفسها اليوم لو تختلف هي يعني تختلف لا بس هي خلي. تختلف بس بس يعني انت انت لازم لازم واحد ينطي العذر للناس يعني أه. يعني يلتمس لهم الاعذار يعني مرات لا مو الاعذار بس يلتمس الاعذار اكو مرات أكو يعني عفوا يعني خاف يزعلون الجيل الجديد الشباب هسه الشباب يعني مرات يسوي شيء خطا اقول لهم عوفوه لان يعني طبعا ما اقدر اقول يعني اعوف الخطا لازم انا بطبعي لازم اقول هذا خطا طيب وهذا يسوي مشاكل بس مثلا هو ما ما قال له هذا يعني هو مو مشكله مو خطا يعني خليني بسطها بالسياقه مثلا من من يلوف ويكسر على سياره هو تعلم على انه هذا صح انه هو لازم باي طريقه يوصل يعني هو ما تعلم ما حد اجى قعده اب او ام <applause> وقعد وقال له هذا غلط تجاوز على الناس بالسياقه مثل التجاوز من تضرب طلقه نفس التجاوز يعني يعني ما يتجزا انه <applause> التجاوز على الحقوق الاخرين كبير او صغير هو غلط هو خطا مثل الحرام والحلال الحلال والحرام <applause> ما يتجزا الحلال مبين والحرام مبين صحيح طيب الحديث جدا ممتع وياك لكن خلينا ننتقل لاخر فقره من فقراتنا واتله ونرجع إياكم مستمرين ياكم وصلنا ما قبل الختام. خليني قبل ما ننتقل للفقرة اللي راح نقول لك عليها وهي يعني آخر محطاتنا، خليني أسألك شلون شفت الأسئلة؟ شلون شفت الفقرات مالتنا؟ أسماء الفقرات؟ بكلش يعني صراحة حتى, حتى ما حتى ما يعني ما أجاملك أو ما أجامل البرنامج والكادر. طيب أنا من اتصلوا بي ما شايف البرنامج. طيب شفته على اليوتيوب جدا عجبني بحيث انا اشوف منه عشر دقائق او خمس دقائق طيب. واعبر اشوف الفقرات وهذه نعم. شفت حلقه كامله أه. بدون يعني بدون اي شيء و... لانه برنامج شيق وفقراته حلوه متنوعه بعيد نعم. عن اي يعني انا لو قال لي مثلا برنامج راح يسالني شنو اخر اعمالك شنو الاعمال يمكن ما راح اجي لانه انا بهاي الفتره يعني مقل هو اصلا دراما متوقفه تقريبا يعني نعم. الا ما ندر فانا دائما يتصلون بي قنوات اقول لهم انا ما عندي عمل اجي احكي عنه الفتره <applause> بس هذا البرنامج لانه يحكي عن فترات ما لها علاقه بالعمل الفني عن طيب. شخصيه الفنان بل نفسه فلهذا جيت وبرنامج اهنيكم جدا على الاعداد طيب. وعلى يعني هو احنا هدف برنامجنا انه احنا كل فنان قريب اليوم من الجمهور العراقي لكن نقرب اكثر ونعرف على شخصيه آه الانسان بهذا الفنان وهي اللقاء اللقاء الفنان سلاح ذو حدين، يعني مم. اكو شغله مثلا انا ادواري بالفتره الاخيره يعني كلش مكروه اطلع بها يعني. نعم. ف بس اكو ناس من يشوفني ببرنامج باللقاء يقول لي انت يعني آه 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 انت المكروه بالمسلسل نعم هيك سويت آه. سويت آه طلعت انسان بسيط و ما هو يعني انا كلش كلش بسيط كلش سهل. ما هو كل فنان اليوم داخله انسان فلازم هذا الانسان يتعرف عليه جمهوره وقليل من البرامج انه ممكن يتعرف عليه. طيب هسه احنا خلينا ننتقل لفقرتنا الاخيره اللي هي غرد التغريده جاي غرد ذكرتيني <تصفيق سؤال> <لا حنا> غرد انا عندي سويت حساب بتويتر مره وحده نزلت آه. ريتويت سويت وتيهت حتى ما أعرف. وين تيهت الحساب ايش شلونك مواقع التواصل الاجتماعي اه نشط نشط اكثر شيء برنامج تتابعه يعني هو فيسبوك وانستغرام هنا دليلين. والسناب السناب ما عندي اصلا اصلا ما عندك سناب ما ما مستوعب فكره السناب ايش هو السبب يمكن اكو ناس بال يعني حسب ما اشوف انا حتى ما عندي بالتليفون ما عندي البرنامج يعني. أه. يعني اكو ناس السناب سو يعني يقتحم خصوصية خصوصيات هواية ناس أه. يمكن هذا الموضوع يعني. تحب لانه انت تحب الخصوصية بصورة عامة؟ لا ممكن اكو اكو لحظات فرح لحظات حزن اشاركها ويا الناس. زين. يعني انا يعني عندي هواية تفاصيل انشرها دائما. بس بس بالسناب انا شو احسها كلش يعني. أمم تحب بس الاشياء المميزه تشاركها ويا جمهورك ما تحب الحياه العامه، طيب انت بالانستا وبالفيس اكيد تتعرض لاشاعات كثيره وكل الفنانين، شلون تتعامل الاشاعه؟ لا هي الاشاعه انت تكبريها بالرد عليها برضه. يعني احسن حل للاشاعه السيئه فن التجاهل التجاهل بالضبط أه. انه تتجاهلها لانه انت من من روجت حتى اللي ما كان منتبه للموضوع راح ينتبه من قريته أه، انا ما سويت هيك لا و... وترى هذا الموضوع اللي انكتب عني ولا حد خلينا يعني... المراد الشخص اللي اطلق هذه الاشاعه بالله. بس اكيد يعني تعرضت الإشاعة يعني ثارت غضبك ورديت رد قاسي لو ما تعرضت لهذا الموضوع لا ما, يعني ما تعرضت الاشاعه يعني قويه لا ماكو ما بس كو. مرات اكو مواقف انا يعني كلش حذر بالتعامل ويا ويا السوشيال ميديا لانه نعم. آه يعني سرعه تتاول الامور بغير شكل يعني بالله الكلمه فانت حذر بالتعامل جدا حذر بالتعامل وبالنشر واعيد هذه مرات أصير يعني مره مرتين مثلا نشرت بشكل شخصي مثلا صرت عصبي الموضوع ونشرت عنف شيء ورا شويه ارجع او ثاني يوم الصبح يمكن مرتين صارت ارفع ترفع شنو الايجابيات اليوم اللي انت تشوفها اللي ضاف السوشيال ميديا اللي ضافتها للفنان العراقي؟ لا طبعا فائده جدا كبيره، اولا تواصلوا ويا الناس، ثانيا يعني اكو اكو فنانين انتشروا عن طريق التواصل الاجتماعي انتشار، احنا جينا يعني انا من الجيل اقول خلي اقول عن نفسي، جينا من جيل قبل الفضائيات، يعني شوية يعني عندي مسلسلين ثلاثه قبل لا تجي الفضائيات قبل قبل 2003 يعني. فلحقنا الناس شافتنا يعني وعرفتنا. مم. ف الصعوبه الان كثره الفضائيات كانت هي قناه واحده مثلا او قناتين يعني. كثره الفضائيات يعني مرات انا اشتغل مسلسل يقول لي ما شايفه شايف فلان مسلسل بغير بغير مم. قناه زين هسه انت قلت بالسناب مو كلش تمام مم. بس اني وانت اليوم راح ادخلك بعالم السناب راح ناخذ اني وياك سيلفي انا قبل يومين كاظم يمد يقول ليش ما سناب هو صديق تحياتنا له قلت له ما ادري شو ما مقتنع بها صراحه تخلونا نقتنع زين احنا خليني اسالك سؤال المدام ما راح تعترض عفوا على هذه الصوره على صوره شو ناخذ خص سيلفي انا وانت والنزل لا طبيعي شو طبيعي جداً. جدا لا بالعكس احنا نقول انه لا خاف لا, لا, أسأل... لا لا انا ما اخاف <applause> ليش ما تخاف يعني هو اكو ثقه متبادله لا انت قلت لي غير شيء <applause> <applause> لا هو ذاك يوم سيلوني قالوا لي يعني اصدقاء قالوا زين يعني اكو اشياء ممكن تثير اي امراه يعني طيب. يعني بالغيرة يعني نعم. فقالوا لي بثير زوجتك؟ قلت لهم لا قالوا ثقة؟ قلت لهم هي ثقة بس قولوا ما عيسى من عندك ما عيسى هاي كثير حال من خطأ يعني الزوجات والشباب اليوم كثر ما تعبوا وزوجاتهم فهم ما عينسوا. فخلينا خلينا نخص اني وياك بس ورد. هذا <applause> فلتر <applause> <applause> طبعا شكرا لك كنا ضيف عزيز وجدا اسعدنا تواجدك معنا الله يسلمك انا سعيد فكلمه اخيره لجمهورك يعني شكرا لكم وان شاء الله نكون خفيفين ظل وما قعدنا على قلبكم بهذا اللقاء الشيق اللي فعلا هو لقاء مختلف عن كل البرامج يعني اللي اللي انا طلعت بيها طبعا اكيد حضورك هو اللي ما الله يخليك يسلمك لا تواجدك بالمكان والاستوديو الحلو والكادر والقناه ان شاء الله اللي مميزه والان تبث بصوره جميله جدا شاكرين تواجدك معنا ونتمنى لك اليوم مساء سعيد شكرا لكم على حسن المتابعه انتظرونا اليوم وكل يوم وكل خميس اني وانتم الله الى اللقاء